تواصل الجسر الجوي لإعادة الحجاج المصريين لأرض الوطن بعد أداء مناسك الحج. رئيسة الحكومة الفرنسية تتعهد بمواجهة العنف بصرامة، وشرطة باريس تحشد 7000 شرطي لمواجهة أي أعمال شغب محتملة. الرئيس الأوكراني يوصل أوديسا جنوبي البلاد ويقول إن روسيا لن تفرض هيمنتها على البحر الأسود. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت الجنوب. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. كما ضيوف الرحمن أداء مناسك الحج في سلاسة ويسر مع أدائهم طواف الوداع. وفي ختام المناسك يتجه بعض ضيوف الرحمن إلى المنافذ البرية والبحرية والجوية للعودة إلى أوطانهم، بينما يتجه آخرون إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يتواصل تسيير الجسر الجوي الذي تقوم به الدولة لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن. ووضعت الدولة خطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام لتسهيل إنهاء إجراءات الوصول، وخاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع ضرورة الالتزام بنفس المستوى الذي تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج. تعمل البعثة الطبية المصرية بالسعودية بكامل طاقتها وعلى مدار الساعة لاستقبال الضيوف الرحمن وتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لهم. ووصل عدد من تردد على العيادات إلى 19,000 حاج، فيما بلغ عدد المرضى بالمستشفيات السعودية 52 حالة، منهم 24 حالة برعاية المركزة وحالتهم مستقرة. بهدف الوقوف على الوضع الصحي للحجاج المصريين، عقد رئيس البعثة الطبية المصرية اجتماعا لأعضاء البعثة ورؤساء الفرق الطبية العلاجية والوقائية ومدير العيادات لاستعراض خطة ما بعد المشاعر في تقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن أينما كانوا بالعيادات الطبية والوضع الصحي للمرضى بالمستشفيات السعودية. الوضع العام الحمد لله مطمئن. احنا عندنا حوالي 88 حالة اتحولت للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة السعودية. تم خروج بحمد الله 36 حالة لخروج تحسن من ضمن الحالات. ما زال بالمستشفيات حوالي 52 حالة في المستشفيات إلى الآن، منهم 24 حالة في الرعاية المركزة و28 حالة في القسم الداخلي، وبيتم متابعة الحالات دي بصفة دورية وبصفة يومية على مدار الساعة لحين إن شاء الله بإذن الله خروجهم من المستشفيات بإذن الله. كما وصلت عيادات البعثة الطبية عملها في تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية لضيوف الرحمن، إضافة إلى الندوات التوعوية لمنع انتشار الأمراض بينهم من خلال فرق الطب الوقائي التي تجوب أماكن إقامتهم. الأعراض ما تنحصر في نزلات برد نتيجة التغير المناخي ما بين المناسك وما بين الفندق والإقامة، إجهاد عضلي ليس إلا، الأمور كلها ميسرة وبسيطة، المريض بيأتي بيقدم له أفضل خدمة في أقل وقت وبأكثر سرعة، ونحمد الله إن إحنا متواجدين 24 ساعة في المكان.
كذلك بنقوم بعمل المساحات الاستكشافية للحالات، بنعمل مسحة الأنف لاشتباه الكوفيد، وبنشوف الحالات لو محتاجة أي إجراء طبي زيادة، وبنتابع التشخيص بتاع الحالة، كمان بنتابع نتيجة الحالة ونعمل متابعة كل 3 أيام، وبنتابع المخالطين لكل حالة، وبيتم عزل أي حالة يثبت إيجابيتها لحالات الأمراض المعدية عندنا، وبيتم فرز حالات الأمراض المعدية. عندي يتم فرز حالات الأمراض التنفسية، كذلك بيتم فرز حالات الأمراض المعوية ويتم التعامل معها طبقا بالإجراءات الوقائية، وبيتم بإكمال الإجراءات الوقائية لكل الحالات قبل ما يخرجوا من برا مصر من التوعية الصحية الشاملة، ثم بعد مجيئهم هنا سواء في مكة أو في المدينة، خاصة في أنواع الأمراض المختلفة زي الإجهاد الحراري، ضربات الشمس، التغذية الصحية اللي المفروض الحاج يتوفر لها، كيفية التعامل مع المناخ، خاصة إن المناخ بيتغير طبعا هنا عن الأراضي المصرية. قبول واستحسان من قبل ضيوف الرحمن لما يقدم لهم من خدمات لوجستية وطبية من قبل البعثات النوعية وبخاصة الطبية المصرية. كل يوم أقيس السكر وأقيس الضغط وعلاج واهتمام والأكل، يعني كل الأنواع، الخدمات، الفندق والمرشدين والدكاترة والأكل، المطعم، كل حاجة زي الفل، ومهتمين بنا زي أمهاتهم بالضبط. وربنا يعودك عليكم بخير، ودايما كده في الخير معانا دايما كده، وما تنسوش الناس الطيبين والكبار اللي زي حالتكم. البعثة الطبية 10/10. البعثة الطبية ما في، رحت لها حوالي زيارتين ثلاثة، كل الطلبات متاحة ونصايحهم كلها طيبة الحمد لله. ويتواصل عمل البعثة الطبية المصرية لتقديم خدماتها العلاجية والوقائية لضيوف الرحمن أينما كانوا، ليكون شعار خدمة الحقيق شرف لنا واقعا ملموسا. محمد حلمي، التلفزيون المصري. قامت وزارة الداخلية بتوزيع مساعدات عينية على قاطني المناطق الحضرية الجديدة، يأتي ذلك استمرارا لدور الوزارة المجتمعي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. اهتمام الدولة بقاطني المناطق الحضارية الجديدة لم يقتصر عند حد توفير سكن كريم لهم، بل يمتد إلى تقديم رعاية اجتماعية وإنسانية، وهو ما حرصت عليه وزارة الداخلية من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، حيث تواصل تقديم الدعم والمساندة لقاطني تلك المناطق، وهو ما تجلى في إفاد مأموريات من الوزارة لتوزيع عبوات غذائية عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. ربنا يخلينا الرئيس ويبارك لنا فيه وينصر على من يعديه، وفي كل مناسبات مش ناسينا وسافرنا والحمد لله، وربنا يبارك لنا فيه. وزارة الداخلية كل سنة هم طيبين، بيتواصلوا معنا على طول، كل سنة هم طيبين. وشكرا للرئيس وبارك الله فيه. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد، والقلب وما يريد، وإحنا بنحب مصر. جميع المناطق الحضارية الجديدة التي أنشأتها الدولة شهدت دعما من وزارة الداخلية تجسد في الحرص على التواجد وسط قاطني هذه المناطق باستمرار، وتوزيع بواد غذائية عليهم كمساهمة من الوزارة في تخفيف الأعباء عنهم. وقد تم تجهيز أماكن مناسبة لاستقبال الأهالي بهذه المناطق لتوزيع المساعدات عليهم والاحتفاء معهم بعيد الأضحى المبارك. إشادة كبيرة من قاطني المناطق الحضرية الجديدة بالدور الاجتماعي والإنساني الذي تؤديه وزارة الداخلية، وبحرصها الدائم على دعمهم في كافة المناسبات. كلنا واحد، دايما فاكريننا، ودايما كل كم فترة بيجوا يزورونا ويدينا هدايات بتاعت الرئيس، ومشكرين للرئيس، مشكرين وزارة الداخلية. أشكر الرئيس
واقول له كل سنه يا ريس وانت طيب على هديه لما تديها لنا، وبارك الله فيك وربنا يطول لنا في عمرك. وزاره الداخليه سباقه دائما كعادتها لدعم اهالي المناطق الحضريه الجديده والوجود المستمر بينهم لتخفيف الاعباء عنهم في مجتمع جديد يسعى الى توفير حياه كريمه لكل المواطنين. حظيت محافظة الصعيد باستثمارات حكومية وصلت إلى 1.8 تريليون جنيه خلال العشر سنوات الماضية، حيث وضعت الدولة تطوير محافظة الصعيد على رأس أولويات أجندتها الوطنية، وتحول صعيد مصر خلال الفترة الماضية إلى قصة نجاح وطنية أشادت بها العديد من المؤسسات الدولية. بعد عقود من الإهمال والتهميش لصعيد مصر، حرصت الدولة منذ تولي الرئيس السيسي على الاهتمام بمحافظات الصعيد ووضع تطويرها على رأس أولويات أجندتها الوطنية ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق المتأخرة تنموياً ليحظى المواطن بحياة كريمة. منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد، ودع صعيد مصر عقوداً من الإهمال والحرمان والتهميش بفضل ثورة 30 من يونيو، وتجسد ذلك بصورة كبيرة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي بلغت محافظة الصعيد المستهدفة فيها نحو 68% من المرحلة الأولى، وتم تنفيذ مشروعات بها بنحو 240 مليار جنيه. بالتزامن مع احتفال المصريين بالذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو، أصبح للصعيد وجه آخر بعد أن انتهى بشكل كامل من تنفيذ 3196 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 9.7 مليار جنيه من إجمالي 4453 مشروعاً جارياً ومنتهياً باستثمارات إجمالية تبلغ 16.39 مليار جنيه، حيث تم تشغيل هذه المشروعات وإتاحة خدمتها للجمهور. وفي إطار دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، فقد تم الانتهاء من تطوير وتشغيل 23 مركزاً تكنولوجياً لخدمة المواطنين والأعمال بكافة مراكز محافظتي سوهاج وقنا، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ خطط دعم وتطوير 4 تكتلات اقتصادية واعدة بالمحافظتين. أعمال التطوير مستمرة على قدم وساق في محافظات الصعيد لتنفيذ عدد كبير من مشروعات التنمية الحضرية وتطوير الواجهات النيلية، وهي مشروعات من شأنها أن تتيح فرص عمل مستدامة وتعزز القيمة الجمالية والتخطيطية لمدن المحافظات المستهدفة، ومن المتوقع الانتهاء منها في 30 من يونيو من عام 2024. ولضمان استدامة الممارسات الجيدة لخطة تنمية الصعيد، سعت الدولة إلى تدريب الكوادر على إدارة الأصول العامة والموارد الذاتية في تنفيذ المشروعات لزيادة الاستثمارات، كما تم الانتهاء من تدريب كافة رؤساء المراكز والقرى ومسؤولي وحدات قرى ومراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك على الممارسات التي تضمن استدامة الأثر التنموي لمشروعات المبادرة. وجه الصعيد الجديد تحول إلى قصة نجاح وطنية أشادت بها العديد من المؤسسات الدولية، حيث تم إدراج برنامج التنمية على منصة الأمم المتحدة كأحد أهم البرامج المحققة لأهداف التنمية المستدامة في العالم، وهو ما عكس اهتمام الدولة بتحويل المناطق الأكثر احتياجاً إلى وجهات حضارية ضمن خطواتها للمضي نحو الجمهورية الجديدة. أولت الدولة التنمية المستدامة أهمية قصوى منذ ثورة 30 من يونيو لعام 2013، حيث ظهر ذلك في تذليل العقبة التي واجهت تنفيذ المشروعات، وذلك لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات الزمنية المحددة لها. جهود الدولة لم تقتصر على ملف بعينه، لكنها تضمنت المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وذلك ضمانا لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين في جميع المحافظات.
منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014، شهدت مصر إنجازات غير مسبوقة في المجالات والملفات التي تهم المواطن بمختلف المحافظات، وكان لثورة 30 يونيو الفضل الكبير فيما تحقق من تطور في جميع القطاعات الخدمية. وضعت ثورة 30 يونيو المجيدة مصر على طريق الخير والتقدم والبناء والتنمية، كما أن الاستثمارات التي ضختها الدولة في مجالات الإدارة المحلية خلال 9 سنوات دليل على انحياز القيادة السياسية للعدالة الاجتماعية بين كافة أبناء المحافظات. الإنجازات المتنوعة في مجالات الإدارة المحلية على أرض الواقع بالمحافظات تأتي في ظل متابعة دورية ومخصصات مالية كبيرة لتنفيذ استثمارات ضخمة بلغت قيمتها نحو 360 مليار جنيه، دور حيوي لعبته الدولة في مجال الطرق من خلال تنفيذ 12 ألف مشروع بإجمالي استثمارات بلغت 90 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق وإنشاء الكباري للحفاظ على أرواح المواطنين وحل الاختناقات المرورية. وفي مجال تحسين البيئة ومنظومة المخلفات أنفقت الدولة 57 مليار جنيه على تنفيذ 7200 مشروع، وتضمنت الجهود في منظومة المخلفات الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة تنفيذ 225 مشروعاً بتكلفة بلغت 8 مليارات جنيه، فضلاً عن زراعة 7.7 مليون شجرة من خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. وعلى صعيد تحسين خدمات الكهرباء والإنارة بالقرى والمدن، نفذت أجهزة الدولة 15 ألف مشروع بتكلفة وصلت إلى 35 مليار جنيه، كما تم تنفيذ 3500 مشروع في مجال الأمن والإطفاء والمرور للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة، إلى جانب إنفاق 9.3 مليار جنيه لتنفيذ 2445 مشروعاً لتطوير هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية ودعم تنفيذ احتياجات عاجلة بالوحدات المحلية عبر 4000 مشروع بتكلفة وصلت إلى 15 مليار جنيه. وبهدف الحفاظ على صحة المواطنين وعلى البيئة، نفذت الدولة خطة لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات، فتم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتحديد 147 مجزراً لرفع كفاءتها وتطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 3.5 مليار جنيه. محافظة شمال سيناء احتلت مكانة خاصة في عملية تنمية وتطوير قطاعاتها المحلية من خلال مشروعات متنوعة لرصف الطرق بأطوال بلغت 120 كيلومتر لربط مدن ومراكز شمال سيناء بتكلفة وصلت إلى 3 مليارات جنيه. وبشأن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، نفذت أجهزة الدولة بقطاعات الإدارة المحلية بالمحافظات مشروعات في 375 قرية بتكلفة وصلت إلى 12.5 مليار جنيه. كما تضمنت جهود الدولة خلال السنوات التسع الماضية الحد من ظهور مناطق غير آمنة جديدة من خلال تنفيذ 5450 مشروعاً، بالإضافة إلى تنفيذ 300,000 وصلة صرف صحي وحل مشكلات 350 من المشروعات المتعسرة بتكلفة 40 مليار جنيه، مما أدى إلى توفير 55,000 فرصة عمل. وفيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء والتعديات على أراضي أملاك الدولة، بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح نحو 2.8 مليون طلب تصالح. وفي مجال تطوير المواقف وساحات انتظار المركبات، تم إنشاء وتطوير 2931 موقفا وساحة بتكلفة وصلت إلى 2.5 مليار جنيه، مع تخصيص 10 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية تشجيعا للاستثمار. دعت منظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ تدابير جماعية للحيلولة دون تكرار حوادث تدنيس المصحف الشريف. وفي بيان لها، أوضحت المنظمة أنه يجب تطبيق القانون الدولي الذي يحظر بوضوح أي دعوة إلى الكراهية الدينية. جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد.
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن شهود عيان أن ضحية أم درمان شمالي غرب العاصمة السودانية الخرطوم شهدت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وتزامنا أفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن ولاية النيل الأبيض جنوب الخرطوم تستقبل أعدادا متزايدة من النازحين، محذرة من خطورة الوضع في ظل الاشتباه بحالات إصابة بالحصبة وسوء التغذية لدى الأطفال. اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية. وقالت مصادر فلسطينية إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته من جانبها. أوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيا بعد أن دهمت منزله في مدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة. أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أن السلطات الأمنية تعمل بكل قوتها لاستعادة النظام وإنهاء أعمال الشغب التي تشهدها البلاد منذ الثلاثاء الماضي إثر مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما برصاص شرطي في نانتير غربي باريس. وشددت رئيسة الوزراء الفرنسية خلال زيارتها منزل رئيس بلدية لاي ليروز الذي تعرض للاقتحام بسيارة وأضرمت فيه نيران، شددت على أنها أعطت التعليمات لقوات الشرطة باستخدام المركبات المصفحة في مواجهة مثير الشغب، مشيرة إلى أن أعمال العنف التي حدثت لن تمر دون معاقبة المشتبه بهم. من جهته أعلن المدعي العام الفرنسي فتح تحقيق في حادث اقتحام منزل رئيس بلدية لاي ليروز الواقعة جنوب العاصمة باريس وتوجيه تهمة الشروع في القتل للمتهمين المشتبه بهم. وقال رئيس بلدية لاي ليروز الذي تعرض منزله للاقتحام وأضرمت فيه نيران أن زوجته وأحد الأطفال أصيب أثناء محاولتهم الفرار من المهاجمين. اعتبر قائد شرطة باريس لوران نونيز إن إعلان حالة الطوارئ في البلاد ليس ضروريا في الوقت الحالي وليس خيارا مطروحا في اللحظة الحالية. وقال نونيز إن الخيار الذي اختارته الحكومة هو أنه وفقا للقانون تم تعزيز أفراد الأمن وعمليات التوقيف، مشيرا إلى قانون العقوبات الذي يسمح لنا بإجراء عمليات التفتيش. هذا وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 719 شخصا في حصيلة غير نهائية لخامس ليلة من أعمال الشغب التي اندلعت بعد مقتل شاب برصاص شرطي. لا تزال فرنسا تواصل نشر قواتها بالآلاف في مناطق مختلفة بالبلاد في محاولة لوقف أعمال الشغب المتواصلة احتجاجا على مقتل شاب برصاص شرطي في العاصمة باريس. نشرت قوات الأمن قوة كبيرة من عناصر إنفاذ القانون على طول جادة الشانزليزيه في وقت انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منذ الجمعة دعوات إلى التجمع والنزول للشوارع، وفي محاولة للسيطرة
السيطرة على الوضع الذي كان يتفاقم، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان تعبئة نحو 45,000 من عناصر الشرطة والدرك للتعامل مع أعمال الشغب وإعادة السيطرة على الشوارع. وبسبب الاضطرابات التي تجتاح فرنسا في الوقت الراهن، أعلنت فرنسا وألمانيا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أرجأ زيارة رسمية إلى برلين كان من المقرر أن تبدأ الأحد. وستزيد الاضطرابات الضغط السياسي على الرئيس ماكرون، حيث تمثل ضربة لصورة فرنسا على الصعيد العالمي قبل عام واحد من استضافة الألعاب الأولمبية. وواجه ماكرون بالفعل شهورا من الغضب ومظاهرات اتسمت بالعنف في بعض الأحيان في جميع أنحاء البلاد بسبب التعديلات التي أدخلت على قانون التقاعد. هي إذن ظروف استثنائية تواجهها السلطات الفرنسية في محاولة للسيطرة على الوضع في الشارع خوفا من تفاقم الأحداث وخروجها عن السيطرة. أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز عن قلقه لاستمرار أعمال الشغب في المدن الفرنسية التي أدت إلى إلغاء زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ألمانيا. وقال شولتز في مقابلة تلفزيونية إنه مقتنع تماما بأن الرئيس الفرنسي سيجد السبل لضمان تحسن الوضع سريعا. أجرى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي زيارة لمنطقة أوديسا الواقعة على ساحل البحر الأسود، حيث استعرض استراتيجية تطوير القوات البحرية الأوكرانية وتطوير برنامج الطائرات بدون طيار والبرامج الصاروخية. وشدد زيلينسكي على أن أوكرانيا لن تسمح لروسيا بفرض هيمنتها على البحر الأسود، مشددا على أن السفن الروسية أصبحت تخشى الاقتراب من شبه جزيرة القرم وبحر أزوف وساحل البحر الأسود. أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية تدمير مستودع ذخيرة ميداني تابع للجيش الروسي دون توضيح المزيد من التفاصيل عن مكان المستودع. وفي سياق آخر، أعلن المتحدث باسم القوات الأوكرانية عن إحباط 15 هجوما روسيا بمدينة مارينكا في دونياتسك، مشيرا إلى أن الجبهة هناك هي الأكثر شراسة بالنسبة لقوات الدفاع الأوكرانية. تزامنا صرح نائب قائد البحرية للقوات المسلحة الأوكرانية بأن قواته تستعد حاليا لعملية إزالة الألغام من البحر الأسود. أعلنت روسيا تدمير محطة ستارلينك الأوكرانية للاتصالات الفضائية ومركز التحكم بالمسيرات بالقرب من أرتيوموفسك. يأتي هذا فيما صدت المجموعة الجنوبية للقوات الروسية هجوما شنته مجموعة أوكرانية في منطقة بيركوفا بمقاطعة دونساك، ضمن نحو 30 من الأفراد العسكريين تدعمهم 4 دبابات و3 مركبات قتال مشاة.
أعلنت الإدارة العسكرية في كييف أن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية، وهو الأول منذ 12 يوما. وأشارت الإدارة العسكرية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت بشكل مبدئي جميع الأهداف الروسية لدى اقترابها، موضحا أنه لا توجد معلومات في الوقت الراهن عن خسائر محتملة في الأرواح أو أضرار. السادسة مستمرة وتتابعون فيها. مقتل 4 أشخاص وإصابة عشرات في حادث إطلاق نار بولاية بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية. أعرب سفير الاتحاد الأوروبي في الصين خورخي توليدو عن أسفه لعدم إحراز تقدم جوهري مع بكين على صعيد التجارة، وعلقت المفوضية الأوروبية جهودها الرامية إلى مصادقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي على اتفاقية الاستثمار التي تم التوصل إليها نهاية عام 2020 مع الصين بعد 7 سنوات من المفاوضات، وذلك نتيجة خلافات حول وضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ. أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين أن الاقتصاد الأمريكي أثبت أنه أكثر مرونة مما كان متوقعا، معربة عن أملها في خفض التضخم مع الحفاظ على متانة سوق العمل. من ناحية أخرى، توقع بنك جولدمان ساكس أن يواصل الاقتصاد الأمريكي رحلة تعافيه رغم استمرار ارتفاع التضخم. رغم توقعات الركود لاقتصاد الولايات المتحدة ومحاولات خفض التضخم، إلا أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تؤكد أن الاقتصاد الأمريكي أثبت أنه أكثر مرونة مما كان منتظرا، معربة عن أملها في خفض التضخم مع الحفاظ على متانة سوق العمل. تصريحات يلين جاءت على وقع بيانات تظهر أن أكبر اقتصاد في العالم توسع بشكل ملحوظ أكثر مما كان متوقعا في الربع الأول، مدعوما بإنفاق المستهلكين، كما خفض التضخم على أساس سنوي. وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية أن قادة الأعمال أعربوا بشكل متزايد عن ثقتهم في الاقتصاد الأمريكي، مشيرة إلى أن متانة سوق العمل وإنفاق الأسر والشركات تساعد في دعم الاقتصاد للمضي قدما حتى لو تراجع النشاط الاقتصادي ومع انخفاض التضخم. هذا وتوقع بنك جولدمان ساكس أن يواصل الاقتصاد الأمريكي رحلة تعافيه رغم استمرار ارتفاع التضخم. وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 1.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 بارتفاع عن التقدير الأولي البالغ 1.1%. أعلنت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية أن الأعاصير والأمطار الغزيرة تسببت في خسائر بالممتلكات قدرت بنحو 2.3 مليار دولار على مدار العقد الماضي. وأوضحت الوزارة أن من بين إجمالي الضحايا لقي 76 شخصا مصرعهم في عامي 2020-2022 عندما ضربت أعاصير وأمطار غزيرة البلاد، بما في ذلك إعصار هنا منار العام الماضي الذي أودى بحياة 28 شخصا واثنين في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن قيمة الأضرار في الممتلكات بلغت 575.2 مليار وون العام الماضي.
توقف عدد كبير من الموانئ على الساحل الغربي لكندا عن العمل، بما في ذلك أكبر ميناء في البلاد في فانكوفر، بسبب نزاع اجتماعي من شأنه تعطيل النقل الدولي للبضائع. وبعد أشهر من المفاوضات غير المثمرة، أضرب أكثر من 7000 عامل و49 من أرباب العمل موزعين في 30 ميناء. وتعد عقود العمل وكلفة المعيشة من الأسباب الرئيسية وراء التحرك الجماعي الذي اتخذه الاتحاد الدولي لعمال الشحن والتفريغ وأمناء المخازن. قال وزير الداخلية البولندي ماريوس كيمانسكي إن بلاده سترسل 500 من أفراد الشرطة إلى حدودها مع بيلاروسيا. وأثار قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنح قوات فاغنر خيار الانتقال إلى بيلاروسيا مخاوف بين دول شرق أوروبا الأعضاء بحلف شمال الأطلنطي من أن وجود المجموعة سيحدث زعزعة استقرار ضخمة في المنطقة. قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إن المجتمع الروسي أظهر نضجا ودعما للرئيس فلاديمير بوتين بعدم دعمه للتمرد المسلح الذي شنه مؤسس فاغنر في يونيو الماضي. وأضاف فولودين أنه على الرغم من نظام التعددية الحزبية وإتاحة الفرصة للتعبير عن وجهات نظر متنوعة، لأنه لم يكن هناك شخص واحد يدعم التمرد. كان مؤسس شركة فاغنر العسكرية الخاصة قد قاد تمردا مسلحا يوم 24 من يونيو، وتم إنهاؤه بالتوصل إلى اتفاق مع روسيا بوساطة رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو. أفاد البيت الأبيض بأن رئيس الوزراء السويدي أولاف كريسترسون سيزور الولايات المتحدة الأمريكية في 5 يوليو الجاري لبحث العلاقات الثنائية وانضمام بلاده لحلف الناتو. وأوضح البيت الأبيض أن رئيس جو بايدن يتطلع إلى استقبال رئيس الوزراء السويدي لتعزيز العلاقات الوثيقة، فضلا عن مراجعة التعاون الأمني المتنامي بين البلدين. كما أكد البيت الأبيض أن اللقاء المنتظر سيشهد مناقشة التزام الولايات المتحدة الأمريكية والسويد المشترك بدعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية لتوثيق التنسيق عبر الأطلنطي بشأن الصين. قتل 4 أشخاص على الأقل وجرح العشرات في إطلاق نار في مدينة بالتيمور الأمريكية، حيث أفاد شهود عيان أنه سمع دوي ما بين 20 و30 طلقة نارية. وقال نائب مفوض الشرطة ريتش وورلي أن السلطات تعمل على تحديد هوية مشتبه به ومعرفة دوافع إطلاق النار. هذا وتسجل الولايات المتحدة أعلى معدل للوفاة الناجمة عن إطلاق نار مقارنة بأي دولة متقدمة بحسب منظمة أرشيف العنف المسلح. قالت مصادر إن مسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك يناقشون برنامجا أمريكيا جديدا للاجئين لبعض طالبي اللجوء من غير المكسيكيين الذين ينتظرون في المكسيك. وذكرت المصادر أن البرنامج سيكون مفتوحا على الأرجح أمام اللاجئين الموجودين في المكسيك من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا. ومر مئات الآلاف من المهاجرين من تلك الدول الأربعة عبر المكسيك للوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى استنزاف الموارد في البلدين. أعلنت منظمة غير ربحية في اليابان بناء ملجأ نووي نموذجي بالقرب من العاصمة طوكيو لزيادة الوعي وتشجيع الناس على التفكير في حفر مخبأ خاص بهم. أوضحت المنظمة أن ذلك يأتي وسط تزايد المخاوف الأمنية بشأن التهديد النووي الروسي وطموحات كوريا الشمالية الصاروخية. وأفادت وكالة الأنباء اليابانية بأنه على الرغم من عدم فتح الملجأ للجمهور بعد، فقد تم افتتاح الهيكل الخرساني تحت الأرض لمنظمة المأوى النووي اليابانية في موقف للسيارات في مدينة تسوكوبا.
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزال بقوة 6.9 درجة هز منطقة نيافو في تونغا بالمحيط الهادي. وأضافت هيئة المسح الجيولوجي أن زلزال كان على عمق 247 كيلومترا. وأفاد المركز الأمريكي للتحذير من تسونامي بأن مناطق الساحل الغربي الأمريكي وكولومبيا البريطانية وألاسكا ليست معرضة لخطر حدوث تسونامي. ذكرت وسائل أعلام صينية أن أمطارا غزيرة تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في جنوب الصين، وذلك بعد أن ارتفعت مستويات الأنهار المحلية بشكل سريع. وقال التلفزيون الرسمي الصيني أن الأمطار الغزيرة تسببت أيضا في حدوث تشبع بالمياه في أجزاء معينة من المناطق الحضرية، لافتا إلى أن السلطات المحلية تواصل جهود الإخلاء في المناطق المتضررة. حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على نشر قوات دولية لمساعدة الشرطة بهايتي في مكافحة عنف العصابات، معربا عن تضامنه مع شعب هايتي الذي يواجه ما وصفه بدوره رهيبة من الأزمات. أود أن أحيي شجاعة وتفاني العاملين في المجال الإنساني الذين يعملون في ظروف صعبة في كثير من الأحيان. يجب أن تتوقف الهجمات ضدهم على الفور. أدعو إلى ضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. أقول لشعب هايتي إن الأمم المتحدة تقف معكم لدعم الجهود الوطنية لصالح جميع الشعب ولا سيما الشباب الذين يستحقون المزيد من الأمن والأمان. إذا لم نتحرك الآن فسيكون لعدم الاستقرار والعنف تأثيرا دائما على الأجيال القادمة، وعلى الشركاء الدوليين زيادة الدعم للشرطة الوطنية للوقوف في وجه العصابات المنتشرة بالبلاد. ذكرت وزارة الصحة والسكان أنه تم تقديم 71,252 خدمة خلال حملة 100 يوم صحة. أشارت الوزارة إلى أن محافظة الشرقية كانت المحافظة الأعلى في إجمالي الخدمات المقدمة ب 10,473 خدمة، تليها المنوفية ب 9,608 خدمات. جاء ذلك في تقرير للوزارة حول خدمات المبادرات الصحية الرئاسية والقوافل الطبية وحملات التوعية التي قدمتها حملة 100 يوم صحة للمواطنين خلال عملها أمس في جميع محافظات الجمهورية. تواصل حملة 100 يوم صحة أعمالها بمحافظة الدقهلية عبر منافذها الثابتة داخل الوحدات الصحية وكذلك المنافذ المتنقلة. وأوضحت وزارة الصحة أنه تم متابعة أعمال الحملة خلال أيام عيد الأضحى للتأكد من توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية والفرق الثابتة والمتنقلة مع تواجد جميع الأطقم الطبية في أماكن عملها. بنتكلم النهارده على مبادره 100 يوم صحه اللي اطلقها فخامه رئيس الجمهوريه وبدات يوم الاحد الماضي ان شاء الله. الحمد لله الحمله ماشيه كويس جدا، شغالين في 500 وحده صحيه ومستشفى حكومي واكثر من 320 فريق متحرك بتجوب جميع الميادين الاهليه والقرى والنجوع. بنلف على كل المصالح الحكوميه، شغالين جمع وعطلات ومفيش عندنا اي اجازات، شغالين بفريقين، فريق صباحي من 10 الصبح للساعه 2 وفريق من 2 للظهر لغايه 10 مساء. بنفحص جميع الامراض، عندنا 13 مبادره اطفال وكبار سن وامهات وشباب. شهد قطاع الصحة تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، في حين تعد منظمة التأمين الصحي الشامل التي تم إطلاق المرحلة الأولى منها منذ 4 أعوام واحدة من النجاحات التي تحققت في قطاع الصحة، حيث شهد التسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بتلك المنظومة. We'll be right back.
تشهد شواطئ مدينة الغردقة إقبالا كبيرا من المواطنين والمصطافين مع تواصل احتفالات بعيد الأضحى المبارك، كما شهدت الفنادق السياحية والمنتجعات ارتفاع نسب الإشغال بها، وذلك تزامنا مع بدء الأجازة الصيفية للطلاب واحتفالات العيد. هذا واستقبلت شواطئ الغردقة العامة الثلاثة على مدار أيام العيد 50,000 مواطن. والآن وقفتنا الاقتصادية للسادسة تقدمها لنا الزميلة ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكم فاطمة وسارة، والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين نجاح تنفيذ خدمة التموين لإحدى سفن الحاويات العملاقة بكمية 100 طن سولار، حيث استغرقت عملية تموين ساعة واحدة بميناء غرب بورسعيد. وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية أن تقديم خدمة تموين السفن بميناء غرب بورسعيد يرفع تصنيف الميناء عالمياً، مما يساهم في جذب الكثير من الخطوط الملاحية. وتعد هذه أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود بميناء غرب بورسعيد، وهي الثانية من نوعها في موانئ المنطقة الاقتصادية بعد عملية تموين لإحدى سفن البضائع بميناء شرق بورسعيد مؤخراً. أعلنت وزارة النفط العراقية وصول صادرات البلاد من النفط الخام خلال شهر يونيو لأكثر من 100 مليون برميل بإيرادات بلغت 7.1 مليار دولار. وأشارت الوزارة إلى أن مجموع الكميات المصدرة من الحقول النفطية في وسط وجنوب البلاد بلغ 98 مليون و725 ألف برميل، فحين بلغت الكميات المصدرة إلى الأردن 299 ألف برميل. هذا وبلغ متوسط سعر برميل النفط في العراق لشهر يونيو 71.11 دولار للبرميل. أعلنت شركة غازبروم الروسية أنه يتم تزويد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بمقدار 41.2 مليون متر مكعب في اليوم عبر محطة ضخ الغاز سودكا، مشيرة إلى أن الجانب الأوكراني رفض طلب التسليم عبر محطة سوخانوفكا. وقال ممثل شركة غازبروم أن الشركة تصدر الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني عبر محطة ضخ الغاز سودكا والتي تبلغ 41.2 مليون متر مكعب. قفز فائض ميزان المدفوعات في قطر في الربع الأول من العام الجاري بنسبة تقدر ب 190% على أساس سنوي إلى نحو 1.8 مليار ريال. في غضون ذلك أظهرت بيانات رسمية انخفاض المؤشر العام لأسعار المنتج الصناعي في قطر خلال شهر مايو الماضي بنسبة بلغت 5.9% على أساس شهري، وبنسبة تقدر ب 29.8% قياسا بالشهر المقابل من العام 2022، وذلك بضغط من قطاع التعدين. أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع مع استئناف التداول بعد عطلة عيد الأضحى، وكان أداء المؤشر القطري هو الأقوى إذ صعد بنسبة تقدر ب 1.3%، فيما ارتفع المؤشر السعودي بنسبة تقدر ب 0.3%، وزاد مؤشر سلطنة عمان بنسبة 0.1%، ومؤشر الكويت بنسبة 0.6%. We'll be right back.
قال وزير الكهرباء في جنوب أفريقيا إن البلاد تقترب من إنهاء قطع التيار الكهربائي اليومي مع عودة الطقس الأكثر دفئاً قرب نهاية العام. وذكر البنك المركزي في جنوب أفريقيا الشهر الماضي أن انقطاع التيار الكهربائي الذي يطلق عليه فصل الأحمال محلياً من المتوقع أن يقسم نقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وتراجعت حدة انقطاع التيار الكهربائي في الأسابيع القليلة الماضية، لكن هناك مخاوف من أن يشتد الشتاء في نصف الكرة الجنوبية في يوليو وأغسطس، ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على التدفئة. خرج مئة المهاجرين وأنصارهم في ضحايا هومستيد الزراعية بولاية فلوريدا إلى الشوارع احتجاجا على قانون تم سنه مؤخرا يستهدف المهاجرين غير الشرعيين. القانون الذي تم التوقيع عليه في أوائل مايو بعد تمريره من خلال مجلس النواب في فلوريدا بأغلبية 83 صوتا مقابل 36 صوتا يفرض عقوبات على أرباب العمل في فلوريدا الذين يفشلون في استخدام نظام قاعدة بيانات اتحادية للتحقق من الوضع القانوني لموظفيهم. انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم مرة أخرى سارة وفاطمة. شكرا لك ميرنا. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، ولم يتبقى فيها سوى تذكير بأهم ما ورد بها من عناوين. تواصل الجسر الجوي لإعادة الحجاج المصريين لأرض الوطن بعد أداء مناسك الحج. رئيسة الحكومة الفرنسية تتعهد بمواجهة العنف بصرامة، وشرطة باريس تحشد 7000 شرطي لمواجهة أي أعمال شغب محتملة. الرئيس الأوكراني يصل أوداسا جنوبي البلاد ويقول إن روسيا لن تفرض هيمنتها على البحر الأسود. نهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري. دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.